المباراة القادمة للمنتخب الجزائري أمام المنتخب الإمارات في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب تحت 17 سنة. لكي تشاهد المباراة مع فضل التطبيق زر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. ملعب الذي سوف يستضيف هذه المباراة ملعب الصيغ الجديد. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 6 بتوقيت القاهرة، والساعة 7 بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، قناة السعودية الرياضية 2 الناقل الحصري لهذه المباراة، وسوف تلعب يوم 29/8/2022. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضرب لكم موعد في موعد قادم.